إذن أخذنا فيما تقدم أن من شروط الصلاة الإسلام. أهم كثلثنا يا صلاة مسفرت إسلمنا تمرنال والعقل أعمرت أنا ما مهون تمرنال والتمييز ملية تمرنال والنية عندك أنا ما سفن تمرنال. هذه الشروط في كل العبادات النذي بمن يوم عبادة بصلاة بتشاهد اللب بمن يوم عبادة ما ينطرونها في الوضوء الوضوء في الصيام بطمم إلا أن بعض هذه الشروط قد تتغير في الزكاة والحج قيل عند عندك زي كزكاننا كهج لي تم مدلها مكاير بطمم. إذن أول شيء تذكر هذه الشروط الأربعة مجمرة مذكروا النذي أرات شرط وشناتش وبخاصة الإسلام بتليم إسلمنا يميلون لنذكر الجبال نعم.